موسى حاب يحكي في الموضوع اللي كنا نحكيه فيه منذ قليل على اللاعب اللي من الكيان الصهيوني، حاب يعرف قالك شنو يحكي على فلسطين. والله جبدنا نتذكر جبدنا مع موضوع الحكاية ذي 50-50. قال برشا عباد معناتها مظلومين في فلسطين، برشا عباد معناتها يبدأوا في الديار مساكن، معناتها حتى كما قلنا احنا نشقوا في فطارهم كذا، يابط عليك صاروخ ولا يابط عليك قنبلة ولا كرتوش كذا. هو متعاطف برشا مع أهالي فلسطين، مي يحكي زاد ساعات قال فما ديزاراب معناتها عرب يعملوا حاجات معناتها انكرويابل معناتها. بون ما نجموش نتحمقوا معاه نحن في المواضيع، خاطر هو ما يحكيش برشا انجليزي، يحكي اسرائيل معناتها بالعبري. وشوي عربي زاد، يحكي عنده شوي عربي خاطر الوالده نتاعو مره معناتها عملنا عشاء عائلي وكذا، الوالده نتاعو جات تحكي بالعربيه وما شاء الله مدينا معناتها. باه واضح. باهي نمشيو للبريك الاولى في الحصه نتاعنا اللي هي لوكويز. لوكويز مجموعه من الاسئله ياسين، تجاوبني بكلمه واحده من غير ما تخمم برشا. تفضل نبداو. حاضر ان شاء الله. شكون احسن لاعب تونسي تو مازال ينشط؟ يوسف. احسن لاعب تونسي في التاريخ؟ طارق ذياب. لاعب تونسي تشوف قادر ينجح في الاحتراف بخلاف ياسين مريح؟ غيلان شالين. اقرب لاعب ليك؟ سليم المحشبي. لعبتوا في صفاقس مع بعضكم؟ اي. شكون احسن مدرب تونسي؟ برشا مدربين، برشا واحد، اعطيني اسم واحد. برشا برشا برشا، هذا سؤال محرج ياسر، يتغشوا عليه المدربين الاخرين. سمي لي زوز. شكري خطوي. باهي احسن مدرب تبعيت عنده. شكري خطوي. مدرب عنده فضل عليك. والله هو شكري خطوي. وسينابي المعلول، زوز، زوز عندهم، هما برشا مدربين، مي زوز هذوما عطاني واحد، عطاني شانس باش نلعب في الرابطة المحترفة الأول، وسينابي عطاني شانس باش في المنتخب. في المنتخب أكيد. أنت وغني الشحالي اللي فرد ماتش وقال عطيكم الزوز. أي أي ماتش مصر. باهي مهاجم تونسي تقرا له حساب. توا الشواط. ماتش ما تنساهش. ماتش اللي توالف في صفاقس. أنهي الماتش؟ ماتش الواحد واحد، ما كنت فيه أنا بينالتي. وعلاش ما تنساش؟ على خاطر كنا خاسرين 1-0 ونحن نلعب ونلعب ونلعب والكرة عكستنا، وفي الاخر معناتها ربي سبحانه كافئنا بضربة جزاء في وقت صعيب، وشكون قدامي البلبولي جول وانا والثاني عامل ليا في ساقس. ماشي شوية تلهوج. اكيد ماشي شوت البلانتي ونشوف البلبولي ونمشي نمشي بعد الحمد لله ربي وفقني. ما كان اجمل بونتو سجلته؟ ضد النادي الافريقي في راتس. كيفاه البونتو في الشوت؟ هزيت كورة من السونتر وقتها تريبلت بالعيادي ذولي غازي وكملت نجري نجري بها، والديفونس مؤخر مؤخر قبل التزويت عطيتها فراب، شوتها فراب لزميلي واخي العزيز سيف الاحول اللي قلت له باش ماكل قبل الماتش، الحمد لله يا ربي ماكيتلو هو، وكان هو بناك ودخل هو شد وانا ماكيت. باهي هدف ما تنساش؟ هدف الكونغو اكيد. انيس بدري؟ ليه هدف غالي ما لقيته انت. بيلانتي ولا براس؟ بيلانتي بيلانتي نسيتو انا. باهي بونتو تمنيت لو كان كنت انت سجلته؟ تاع البدري الكونغو في الكونغو. لا الناس كل مره ما يبيع البونتو هذا. اكيد بونتو جاب لنا كوب دو مون. يمكن انت الرابع ولا الخامس يجاوبني نفس الجواب لان سونساسيون روعه. حكمة تأمن بها؟ اخدم وصب. حاجه فيك ما تعجبكش؟ قبل لا توا لا الحمد لله، نحكي ياسر مع لابيت ونتنافس برشا، مي توا الحمد لله. نحيتها في اليونان ولا؟ نحيتها قبل مليونين، قبل شوية مليونين بديت نحي فيها. حاجة تحلمت منها وأنت صغير وعوضتها توا؟ الحمد لله وأنا صغير، الحمد لله أمي وبابا الحمد لله خلونيش محروم من حاجة، نتصور الشهرة. الشهرة مش مشهورة. باهي الشهرة. إي باهي الشهرة، اللي يعرف يتعامل مع الشهرة باهي الشهرة. تعاونك في البوسطة في العطار يبجلوك هكا؟ لا لا بالعكس، أما تعاون في حاجات ما خير الشهرة، أما اللي يعرف يتعامل مع الشهرة أنا واحد من الناس نقول حاجة باهي. باهي شكون أحسن لاعب في العالم؟ ليونيل ميسي. أحسن مدرب في العالم؟ كلوب بتاع ليفربول. القدوة نتاعك؟ في البلا ولا تونس؟ في أي حاجة. بون انا الكوره ما تفرجش فيها برشا، مي نجم يكون حتى مش في الكوره معناها لا. شخص عادي معناها كوارجي مش حتى لازم كوارجي. لا لا قدوتي انا راموس، حتى في العمل نتاعو في التيران، خاطر اللي يتفرج في سيرجيو راموس انا ديما نتفرج فيه، في نحط ريزومي واحد نتفرج فيه، اللي يتفرج في سيرجيو راموس الاربع خمس سنين اللي عملهم الاولانيين في الريال تاع انسان عمره ما يكون جوار، والاربع خمس سنين اللي عملهم في الريال توا
تاع اقوى ديفونسور في العالم واقوى انسان تنجم تشوفه، معناتها الخدمه والصبر. هو من لوك كان يدروها يلعب، شفت مع تحمى ايامات رونالدينو وانا تفرج فيه برشا، معناتها رونالدينو جاب عليه الماء كما نقولوا نحن، مي توا راموس يقوي. باهي فريق في العالم طموحك تلعب فيه؟ ريال مدريد. نجم نشوفوا ياسين في ريال مدريد؟ شوف بالنسبة لي أنا ديما نحكي والعباد ديما تضحك تقول شبيه هكا، علاش ديما التونسي هكا عندنا النقص في الواحد؟ هو محمد صلاح يلعب في القمة، شو الفرق بين مصري وتونسي معناها؟ الله غالب. أنا ديما نحكي وبرشا عباد ياخذوا كلامي معناتها تفاد ليك كذا، ثقة في ربي، ما فما حتى شيء مستحيل، ربي نجم يعمل أي حاجة في الدنيا هذه، الخدمة والصبر، ولازمك تتظلم في الكورة، إذا ما تتظلمش ما تحسش بلذة بعد النجاح. اذا ديما ناجح 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 صدقني ما تحسش بلذة النجاح ان شاء الله. وسورتو ما تختارش الفلوس توا تمشي للخليج، خلي بعد 30 نمشي كمل في الاوروب ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله واحد ديما المخير. باقوى سؤال تسالك في انترفيو، رغم ان انت قلت ما تحبش ما عملتش برشا انترفيو ما تشيش برشا، مره في فيتالي قالوا لي انت مرتبط ولا على وانا من حق، وانا ديما علاقاتي سريه ما نحبش حتى علاقتي مع مالتي قبل ما نخطبها ما نقولش معناتها انا عملت لك مشكله. قلت لهم ليه يا اخي المدام يا خويا تغشت وقالت لي مش معقول يا خويا رجعنا الاعتبار راني مخطوب. لا يا باهي البنات معناها اللي طالعين انا حاجه سكر البيت. لا انا الحمد لله ما عندي من سكت البنات خاطي. باخر سؤال، وانت جاي خامت قلت شنو يسالني زعما؟ اكيد ومن بعد قلت نسال ومن بعد قلت نسال، خليها ما فيهاش اخير. شنو هو السؤال توقعته هكا ما جاكش؟ لا سافا توا جبت لكل شيء مريق المنظم. باهي كانت هذه الكويز. الكويز دقيقه مازالت في الحصه نتاعنا، نكملوها مع ليكيب تيب. ليكيب تيب ياسين لعبت في ريانا في المتلوي في السي اس اس في اولمبياكوس في المنتخب كيف تعطيني تشكيله باحسن 11 لاعب اللي لعبت معه فيهم انت اكسي على البطبيع. باي برشا عباد مش تعجبهم خاطر انا قناعاتي الشخصيه، اما قناعاتي الشخصيه فما عباد عندها اراء اخرى اكيد. اي بطبيع بالنسبه لي انا كحارس مرمى فاروق يتفرج فينا فاروق تحيه ليه. اكيد فاروق بن مصفى بالنسبه لي انا حارس كبير وحارس ممتاز وقاعد يقدم في حاجه به. فاروق ظهير ايمن حمزه المثلوثي، ظهير ايسر سليم المحلي. حمزه خاطر صاحبك ولا لا وسليم خاطر صاحبك ولا والله لا صدقني قناعاتي فما جوارات ما ظلمتش فما جوارات ظلمت والكوره ما عطاتهاش سبحان الله. انت هو كان في المرسى تبارك الله عدى نيفو كبير سليم المحلي سبحان الله هذيك الكوره وهذيك احكامها. بالنسبه لنا كظهير ايمن حمزه المثلوثي، كظهير ايسر سليم المحجبي، كخط دفاع انا معاهم كخط دفاع انا ورامي البدوي. رامي عجبني برشا. في خط الوسط هما الثلاثي المعروفين معناتها فرجاني وغيلهان وبن عمر ثلاثي المنتخب. في الهجوم هل لعب ماتش برك مع بعضهم ماتش مصر ما عاودش لعب مع بعضهم جمله ذا اللي هكا ولا ايه ماتش وماتش كبير وقت عداوا ثلاثه في الوسط وما عاودناش شفناهم مع بعضهم. شفت ماتش مصر هو الماتش الوحيد صحيح ذكرتك قويه ما شاء الله. في الوسط هذوما ثلاثه كهجوم على اليمين فخر الدين لاني نحبه برشا معناتها كرويا انسان هذاك. على اليسار علي المرزوقي اللي قاعد يقدم ما شاء الله توا نوجه له التحيه قاعد يقدم في حاجه باهيه مع سي اس عدى سيزون باهيه كقلب دفاع كقلب هجوم هيثم الجوين. واضح. شكرا لك ياسين مريح، خليك كنت تحب تضيف حاجه في الاخر. والله شكرا لك على معناتها الاستضافه هذيا وان شاء الله صباح خفيفه تعديت في رمضان. اي ان شاء الله تكون خفيف الدم على المستمعين وان شاء الله نكون جاوبت على الاسئله الكل اللي حاجتك بهم وان شاء الله ديما متالق. يعطيك الصحه ياسين بالتوفيق ليك ان شاء الله نشوفوك في ريال مدريد كما حبيت انت نتقابلوا. نجيك ان شاء الله ان شاء الله وعد اخذنا من الدار. اي ان شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في نفس التوقيت من زون ميكس من 3 حتى 4 متاع شيء على اكسبريس اف ام. The Mixed.